بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، نبدأ مادة الرياضيات للصف الأول متوسط. نبدأ درس جديد إن شاء الله في هذا الفصل اللي هو فصل السابع، الهندسة المضلعات. نبدأ موضوع جديد واللي هو الأشكال المتشابهة. ماذا يعني شكل متشابه؟ تعرفنا في الحصة الماضية على الأشكال الرباعية وأخذناها بالتفصيل في خلال 3 دروس. اليوم إن شاء الله حنتعرف على الجزء الأول من درسنا الأشكال المتشابهة، وفي جزء ثاني يوم آخر بحول الله وقوته. شكل متشابه، من الاسم واضح إن شكلين أو 3 أشكال تصير متشابهة، يعني شكل متشابه مع الآخر. بنشوف بالتفصيل. إذا سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله، عندنا فكرتين لدرس اليوم. النقطة الأولى تحديد الأشكال المتشابهة، أحدد الأشكال المتشابهة، يعطيني شكل ويعطيني عدة أشكال، يقول من الشكل من الأشياء المعطية هنا في المسألة، من الشكل الذي يشابه الشكل اللي في رأس السؤال. إذا نحدد الأشكال المتشابهة، هذا صلب درسنا اليوم إن شاء الله. في نقطة ثانية وفكرة ثانية، إيجاد الطول المجهول في شكلين متشابهين، هذه إن شاء الله درس بكرة بحول الله وقوته. إذن سنتعرف في هذا اليوم على تحديد الأشكال المتشابهة. طبعاً في معلومات سابقة أخذناها في الفصل الأول، في الباب الأول في الفصل الدراسي الثاني هذا، تعرفنا على النسب وما نسب، كيف أقدر أجيب مثلاً 2/10 في 3/س، أضرب طرفين في وسطين، 2 في س يساوي 10 في 3، وبالتالي نوجد قيمة س اللي هي 15. هذه مثال لشيء درسناه سابق يفيدنا إن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله وقوته. مفرداتنا لهذا اليوم بإذن الله عبارة عن الأشكال المتشابهة، وبنتعرف عليها اليوم إن شاء الله، الأضلاع المتناظرة، ماذا يعني أضلاع متناظرة، وماذا يعني زوايا متناظرة. أما بالنسبة للقياس الغير مباشر كذلك الحصة القادمة بإذن الله. إذن حنتعرف إن شاء الله على هذه المفردات مع بعض. طيب، في التمهيد تسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه أشكالا متشابهة. إذن هي أشكال لها الشكل نفسه، إذا كان مثلث يطلع مثلث، إذا كان معين بيطلع هنا معين، إذا كان متوازي أضلاع متوازي أضلاع. أعطاك هنا معلومة، هو ليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه، في هذه الحالة تسمى أشكال متشابهة، بس طبعا لها شروط وبنتعرف عليها الحين. طيب، عندنا نشاط في صفحة 122 إذا حابين تفتحون عليه. النشاط طبعا بالتفصيل، وطالب أنك تنسخين هذه وترسمين، ترسم المثلث الأول، تنسخ وترسم وتقيس الزوايا وتقارن وتقيس الأطوال الأضلاع. أنا بالسريع أناقشكم، هذه الشكلين تعتبر متشابهة. طب كيف متشابهة؟ لو لاحظنا هذا المثلث الكبير كاف لام ميم، أو ميم كاف لام، أيا كانت قراءتي، أهم شيء يكون 3 حروف وراء بعض. المثلث الأول ميم كاف لام، ميم كاف لام، هذا المثلث يشابه المثلث الصغير عين سين صاد. طيب، في حاجة مهمة ذكرتها قبل شوي، أضلاع متناظرة. من إيش تتوقعون الضلع المتناظر مع كاف ميم؟ ها، أحسنت، سين عين. إذن الضلع كاف ميم يناظر الضلع كسين عين. طيب، الضلع كاف لام يناظر ماذا؟ أحسنت، كاف لام يناظر الضلع سين صاد. ماذا يتبقى لدي؟ ممتاز، لام ميم، الضلع لام ميم يشابه، أو عفوا يناظر صاد عين. ماذا يعني يناظر؟ يعني يكون مقابل له في المثلث الآخر. إذن أقول في هذه الحالة لو وجدت ضلعين متناظرين، يعني ضلع هذا متناظر مع هذا الضلع، والضلع هذا متناظر مع هذا الضلع، في هذه الحالة بيصير التناسب موجود، إذن على طول المثلثان متشابهان. إما أقول المثلث كاف لام ميم يشابه المثلث كاف سين صاد، عفوا سين صاد عين، أو المثلث سين صاد عين يشابه كاف لام ميم. طيب، هذا بالنسبة لمين؟ للأضلاع
المتناظرة، هذا الضلع يناظر هذا الضلع، وهذا الضلع يناظر هذا الضلع، وهذا الضلع يناظر هذا الضلع. أحسنتم. طيب بالنسبة للزوايا، من المتميز اللي يقول لي كاف الزاوية كاف تناظر من؟ أحسنت، تناظر سين. إذن الزاوية كاف تناظر سين في المثلث الآخر. طيب الزاوية لام، الزاوية لام ما هي هنا؟ هنا أحسنت، قائمة. قائمة يعني كم درجتها؟ 90 درجة. أحسنت، من يناظرها في المثلث الآخر؟ أحسنتم، الزاوية لام هنا يناظرها الزاوية صاد. يتبقى لدينا من المثلث الزاوية ميم، من يناظر الزاوية ميم في المثلث الصغير؟ أحسنت، الزاوية عين. بكذا تكلمنا عن الأضلاع المتناظرة والزوايا المتناظرة، وبنشوف إيش بتكون في الأشكال المتشابهة، إيش بنقول عنها، من هي اللي بنقول متناسبة ومن اللي بنقول متطابقة، بنتعرف عليها إن شاء الله بعد شوي. بالنسبة للمثال، طلب طبعا في النشاط أني أقيس زوايا. استرجاع بسيط، كيف أقيس زاوية مثلا هنا بالمنقلة، خذناها في مرحلة ابتدائية عشان أقيس مثلا الزاوية 90 أو غيرها، طبعا هنا بتكون بالشكل الآخر، المهم أنه قياسها بالمنقلة. طيب إذن تسمى أشكال متشابهة. تمهيد، نشوف التمهيد هذا مع بعض. أعطاني هنا في المسألة مثلث ألف باء جيم والمثلث سين صاد عين، من النظر نشوف إنها متشابهة، لكن لازم نتأكد بالفعل هذه متشابهة. طب كيف عرفنا أنها متشابهة؟ لو جينا درسنا مثلا الزوايا، الزاوية ألف كم قياسها؟ أحسنت، 26. الزاوية سين 26. من الشكل من يناظر الزاوية ألف؟ ممتاز، الزاوية ألف تناظر الزاوية سين، قياسها 26 وهنا كذلك 26. إذن الزاوية الأولى، أحسنت، متطابقة. إذن الزاوية ألف طابقت الزاوية سين، نكتب الزاوية ألف طابقت أو تساوي قيمة مين؟ تساوي قيمة الزاوية سين، تساوي قيمة الزاوية سين وتساوي كم؟ أحسنتم، 26 درجة. هذا بالنسبة للزاوية الأولى. طيب نشوف الزاوية الأخرى، الزاوية جيم، من تطابق أو تناظر من في المثلث الآخر؟ أحسنتم، الزاوية جيم تطابق الزاوية عين، كم قياسها؟ 118. ممتاز، إذن نكتب الزاوية وكذا رمز الزاوية جيم تساوي الزاوية عين وتساوي كم؟ أحسنت، 118 درجة. طيب باقي لنا زاوية واحدة، من يقول لي الزاوية الأخيرة؟ من يقول لي الزاوية الأخيرة؟ أحسنت، الزاوية باء تطابق الزاوية صاد وكلاهما قيمتها كم؟ 36 درجة. إذن نكتبها الزاوية باء تساوي الزاوية صاد وقيمتها كم؟ أحسنت، 36 درجة. طيب لو لاحظنا شرط الزوايا انطبق، صح؟ عفوا، هنا كتبنا 56، أقصد كم؟ 26. 26 درجة، هذه نعدلها معليش. إذن 26 درجة. أنتبه لقياس الدرجات هنا، قياس الزاوية درجة تكون فوق يسار. إذن ألف وسين الزوايا قياسهم كم؟ 26 26. الزاوية جيم والزاوية عين قياسهم 118 درجة. الزاوية باء والزاوية صاد قياسهم كم؟ 36 درجة. إذن نلاحظ الشرط الأول من شروط الأشكال المتشابهة اللي هو إيش؟ إن الزوايا المتناظرة متطابقة. ماذا يعني متطابق؟ هذا رمز التطابق، أحط يساوي وفوقها هذه الإشارة، هذا رمز التطابق. هنا حطيت يساوي لماذا؟ كقياس، إني طلعت قيمتها، لكن لما أجي أقول خلاص اكتشفت النتيجة، إذن أقول الزاوية ألف تطابق الزاوية سين. طيب كذا انتهينا من الزوايا.
ننتقل لمين؟ من يذكرني؟ من الممتاز اللي يذكرني؟ أحسنت الأضلاع. لو لاحظنا حطينا ألوان الضلع ألف باء بالأخضر، أحسنت يناظر بالمقابل في المثلث الثاني سين صاد. لاحظ هنا طوله 6 وهنا 3. طبعا احنا ذكرنا ليس بالضرورة تكون قياساته واحدة، وبنشوف كيف نسوي. هنا الضلع ألف جيم الأحمر يناظر سين عين، أحسنت. من الممتاز اللي يقول لي جيم باء يناظر من؟ ممتاز، جيم باء الضلع جيم باء يناظر عين صاد. طبعا لما أجي أنا أختبر التناسب، شيء يسمى تناسب، أجي أقول إيش؟ أقول الضلع ألف باء على سين صاد، أشوف كم يطلع. يلا، الضلع ألف باء أو ألف بهمزة على سين صاد يساوي كم؟ أحسنت، من القيمة 6 على 3. طيب اختصرها، 6 على 3 على الثلاثة فيها 2، على الثلاثة فيها 1 وتساوي 2، صح؟ طيب نشوف الضلع الثاني، الضلع الثاني وليكن هذا الأحمر، الضلع ألف جيم يناظر الضلع سين عين، يلا نكتبها نشوف. إذا نقول ألف جيم على سين عين تساوي، أحسنت، 4 على 2، 4 على 2، اختصرها، على الاثنان فيها 2 وعلى الاثنان فيها 1 وبالتالي تساوي 2. يتبقى لدينا الضلع الأخير، يلا من يقول لي الضلع الأخير؟ ها، أحسنت، جيم باء على عين صاد، يلا نكتبها مع بعض، جيم باء على عين صاد وتساوي كم؟ أحسنتم، 3 على 1.5، 1.5. طيب كم 1.5 في 3؟ أحسنتم، 2. ماذا نلاحظ؟ أحسنت، ممتاز، نفس القيمة. يعني إيش نفس القيمة؟ أي أن الأضلاع المتناظرة ماذا بها؟ متناسبة. إذن الشرطين انطبقت، اللي هي الزوايا المتناظرة ماذا بها؟ متطابقة. والآن اكتشفنا أن الأضلاع المتناظرة ماذا بها؟ متناسبة. بهذا الحال أقول الشكلين ماذا بهم؟ أحسنت، متشابهين. كيف أكتبها؟ أقول المثلث كذا، رمز المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث سين عين صاد، هذا رمز التشابه. إذن كذا أعطيتك القاعدة على طول، نبدأ في التمارين على طول وإن شاء الله يكون الكلام واضح. طيب في نقطة مهمة بنبهكم عليها، إذا بدأتي في التناسب بالمثلث الكبير يكون في البسط، دائما امشي في جميع المثلثات وبنشوفها مع الأمثلة مع بعض. طيب نشوف، إذن الأضلاع المتقابلة اللي ذكرناها قبل شوي تسمى إيش؟ أضلاعا متناظرة، تسمى ماذا؟ أضلاع متناظرة. والزوايا اللي ذكرناها قبل شوي بتصير زوايا متناظرة. نكمل، هذه الأضلاع المتناظرة، هذه القاعدة عندنا موجودة، هذا المثلث الأول ألف باء جيم ألف باء جيم، وهذا المثلث الثاني دال هاء واو. ولاحظ الزوايا هنا، الزاوية هذه متساوية مع هذه، والزاوية هذه متناظرة ومتساوية، وكذلك الثالثة. يقول لك المثلث ألف باء جيم يشابه، هذا رمز التشابه، المثلث الآخر والأضلاع المتناظرة طبعا ذكرناها قبل شوي بنفس الطريقة. على السريع نشوف، ألف باء على مين؟ أحسنت، على دال هاء يساوي مين؟ ممتاز، باء جيم على هاء واو، أحسنتم. الحد الضلع الثالث التناسب الأخير، ألف جيم على دال واو. وأنتبه أني إذا بديت المثلث الكبير هو اللي يكون في البسط والصغير في المقام أو العكس، المهم أنها تكون ثابتة عندي في الجميع. أما الأضلاع الزاوية ألف، لاحظ علامة التطابق، الزاوية ألف وهذا رمز الزاوية يتطابق الزاوية دال، والزاوية باء تطابق الزاوية هاء. من يقول لي الزاوية جيم؟
ممتاز، الزاوية جيم تطابق الزاوية واو. بكذا هذه القاعدة قدامنا في تشابه المثلثين. طيب نشوف صفحة 122 أعطاني قراءتين مهمة جدا لازم أشير عليها. لاحظ القراءة الأولى الرموز الهندسية التشابه والتطابق، نعيدها على السريع، هذا رمز التشابه، التطابق صحين فوقها رمز التشابه، إذن هذا يسمى تشابه، المثلث كذا يشابه المثلث كذا، أو نقول الرباعي ألف باء جيم دال يشابه الرباعي سين عين لام فاء مثلا، هذا رمز التشابه. أما هذا رمز مين؟ هذا رمز التطابق بالنسبة للزوايا. طيب القراءة الثانية للرياضيات، القراءة الثانية اللي لاحظنا القطعة المستقيمة، إذا كتب لك ألف باء فوقها خط هذه اسمها قطعة مستقيمة التي طرفاها ألف باء، يعني عندي قطعة تبدأ من الألف وتنتهي بالباء أو العكس، هنا الألف وهنا الباء، المهم أن هذه رمزها ألف باء وعليها خط، ماذا تسمى؟ قطعة مستقيمة. ليش قطعة مستقيمة؟ لأنها محددة لها بداية ولها نهاية، طرفاها ألف وباء. طيب لو كتب ألف باء زي ما سوينا قبل شوي في الحل، أحسنت، طول قطعة المستقيمة لألف باء، طول القطعة المستقيمة ألف باء طولها، عشان كذا نتكلم بالأطوال لما أجيب التناسب، أكتب مثلا ألف على ألف باء على سين صاد، ما أكتب خط، واضح؟ طيب نبدأ بسم الله حلول تمارين. لاحظ هنا مثال، أي الأشكال، أي أشكال شبه المنحرف الآتية، أي أشكال شبه المنحرف الآتية يشابه شبه المنحرف ها دال زاي و، ها دال زاي و، أعطاني شبه منحرف معلوم طول ضلعين فيه، هنا 4 وهنا 12، وأعطاني ثلاث أشكال لشبه المنحرف، قال لي هذا الشكل هل يشابه الأول أم يشابه الثاني أم يشابه الثالث؟ لاحظ أعطاني الضلع الأول والضلع الثاني معلومة كم قياساته، وهنا الضلع الأول والثاني، الضلع الأول والثاني، الضلع الأول والثاني، أقدر أقيس التناسب ولا لا؟ تناسب الأضلاع نبدأ سريع، إذن نشوف الحالة الأولى نبدأ، يلا من الممتاز اللي يقول لي الضلع هذا ها واو من يطابق؟ أحسنتم، يطابق طاء فاء، الضلع الأول ها واو يطابق طاء فاء، نكتب إذن ها واو على طاء فاء يساوي، ها من اللي يقول لي؟ أحسنتم، 4 على 6، ونختصر لازم عشان نشوف أبسط صورة، على الاثنين فيها 2 على الاثنين فيها 3. طيب نشوف الضلع الآخر، ها أحسنتم، ها زاي على فا قاف، يلا نكتب واو زاي، أنا قلت ها ولا واو، عفوا واو زاي اللي في القاعدة، قاعدة شبه المنحرف، على فا قاف وتساوي واو زاي، كم قيمتها هنا؟ واو زاي 12 والفاء قاف 14، إذن 12 على 14، هل فيها اختصارات؟ ها نختصر؟ طيب ممتاز، على الاثنين، لأن 12 عبارة عن 2 في 6، إذن على الاثنين فيها 6 وعلى الاثنين فيها 7، ماذا نلاحظ؟ 2 على 3 وهنا 6 على 7، انتظري نشوف شبه المنحرف نفس المعطى في السؤال مع الثاني، خلينا نشوف الثاني، ندرس الثاني يلا مع بعض، نقول ها واو على سين صاد، هذا اللي كنت بنبهك عليه، ابدأ دائما أو ابدأ دائما عشان ما تلخبط بالمعطى، وخلي في المقام اللي مطلوب أقيس معاه التشابه، واضح؟ يعني نقول ها واو، يلا ها واو على، ممتاز أحسنت، سين صاد ممتاز بالنسبة للشكل الآخر، أنا الآن بدرس هذا شبه المنحرف مع هذا، إذن ها واو على سين صاد، طيب يساوي كم؟ نكمل، يساوي أحسنت ها واو قيمتها 4، قيمتها
4 على السين صاد قيمتها 3، وهذه في أبسط صورة. نشوف الضلع الآخر، يلا من يقول لي؟ ممتاز، واو زاي على، أحسنت، على صاد عين. يلا واو زاي كم قيمتها؟ 12، وصاد عين 9. بسط لأبسط صورة. أحسنت، على 3، لأن 12 3 في 4 والتسعة 3 في 3، إذن على 3 فيها 4 وعلى 9 فيها 3. ها ماذا نلاحظ؟ طيب نخلي الملاحظات، أنا بس حط لها إشارة وبعدين نرجع لها. نشوف الحالة الأخرى اللي هي الضلع هذا، عفوا الشبه المنحرف هذا مع شبه المنحرف هذا. يلا على السريع، الضلع ها واو يطابق على مين؟ أحط على مين؟ أحسنت، على كاف لام، ثم واو زاي على كاف مين. يلا نطبق، ها واو على كاف لام يساوي، أحسنت، 4 على 5، وهذه في أبسط صورة. اللي بعدها واو زاي على لام ميم ويساوي، أحسنتم، 12 على 10. بسطها على 2 فيها 6 على 5، وهنا هذه أبسط صورة. ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ أحسنتم، بالنسبة للحالة الأولى على طول لا يتشابه، لا يتشابه على طول. الحالة الثانية هنا نفس القيمة، نفس طلعت التناسب موجود، 4 على 3 وهنا 4 على 3، إذن على طول نقول يشابه. هنا في الحالة الأخيرة كذلك مختلفة، إذن لا يشابه. إذن في هذه الحالة على طول نقول الحل، عفواً، الحل بيكون بالطريقة هذه على السريع، نفس اللي أوجدناها قبل شوي، لا يشابه، والثاني يشابه، والثالث لا يشابه. معنات الرباعي ها دال زاي واو يشابه الرباعي سين راء عين صاد، هذا هو الحل، واضح؟ يلا نشوف الأمثلة الأخرى. نشوف تحقق ألف، يلا بنفس الطريقة، أعطاني مثلث، المثلث دال ها واو، وأعطاني طول الضلع الأول وطول الضلع الثاني، كذلك أعطاني 3 مثلثات. قال هذا المثلث هل يشابه المثلث الأول أم يشابه المثلث الثاني أم يشابه المثلث الثالث؟ بنفس الطريقة بقول دالها على سين صاد، وبعدين أوجد هاء واو على صاد عين. نشوف المثلثين الأولى على السريع، يلا. إذن دالها قيمتها كم؟ أحسنت، 6 على 8 وتساوي، اختصرها، على 2 فيها 3 وعلى 2 فيها 4. يلا هاء واو، وين هاء واو؟ هذا هاء واو، طبعا أنا كتبتها هنا سريع لأنه خلاص هاء واو عارفينها قبل شوي بالتفصيل، على صاد عين. يلا نكتب 15 على ها ممتاز على 20. يلا نختصر، على 5 فيها 3 وعلى 5 فيها 4. أستاذة شلون تجيبين التحليل؟ خلاص 6 عبارة عن 2 في 3 والثمانية 2 في 4، أحذف الاثنين مع الاثنين أخذ البقية. وكذلك هنا ال 15 5 في 3 وال 20 4 في 5، نحذف الخمسة من هنا والخمسة من هنا يتبقى لي 3 على 4. نكمل دال ها، يلا نشوف الآن تشابه المثلث هذا مع المثلث هذا، يلا ندرسه مع بعض. إيش بيطلع؟ دال ها كم قيمتها؟ أحسنت، 6. ألف جيم كم قيمتها؟ 4. بسط، ها أحسنت، هنا على 2 فيها 3 وهنا على 2 فيها 2. طيب اللي تحت هاء واو، ها كم قيمه هاء واو؟ احسنت، 15 على جيم باء اللي هي 12. بسطيها في ابسط صوره، على 3 فيها 5 وعلى 3 فيها، احسنت، على 3 فيها 4. اخر واحده نشوف دال ها، دال ها وين دال ها؟ هذه اللي هنا دال ها،
نشوفها مع المثلث الثاني راء تاء. إذن كم؟ 6 على 3، 6 على 3 وتساوي، أحسنت، على الثلاثة فيها 2 وعلى الثلاثة فيها 1. آخر شيء اللي هنا هاء واو مع واو مع تاء دال. يلا هاء واو اللي هي 15 على 6 فيها كم؟ ها؟ لو قلنا على الاثنين ما تقبل، على الثلاثة تقبل، أحسنت، الثلاثة. إذن يبقى هنا 5 وهنا على الثلاثة فيها 2. ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ أحسنت، من البداية نقول هنا يوجد تناسب، وبالتالي المثلث هذا اللي هو سين صاد عين يشابه المثلث هذا. إذن معناته على السريع هذا الحل بيكون، وبالنسبة للتشابه هذا هو. إذن المثلث دال هاء واو يشابه المثلث سين صاد عين. طيب نشوف سؤال واحد بنفس الطريقة ونفس الآلية ونفس الخطوات. سؤال واحد: أي المستطيلات الآتية يشابه المستطيل ألف باء جيم دال؟ أعطاني هنا مستطيل، أعطاني هنا مستطيل، وأعطاني 3 مستطيلات، ونفس الشيء أعطاني ضلع، طول الضلع الأول طول الضلع الثاني، وكذلك بالنسبة للأشكال اللي يبغاني أدرسها بنفس الآلية ونفس الطريقة. على السريع الآن، يلا على السريع، يلا نقول 4 طبعا ألف دال على، ها، ألف دال على واو زاي. بسرعة نكتب القيم، ألف دال على واو زاي، وبالتالي تساوي، يلا من الممتاز اللي يشارك معي، يلا ممتاز، 4 على 2، وبالتالي على 2 فيها 2 على 1. يلا الثانية بنقول دال جيم على زاي حاء، إذن دال جيم على زاي حاء ويساوي، يلا دال جيم كم؟ 6 يا أستاذة. طيب زاي حاء، ممتاز، زاي حاء 4. نختصر على 2 فيها 3 وعلى 2 فيها 2، نكمل اللي بعدها. أحسنت، ألف دال على كاف لام وتساوي ألف دال 4 على 6، ممتاز، نختصر، أحسنت، عشان نشوف أبسط صورة، لازم أختصر عشان أشوف أبسط صورة. على 2 فيها 2، على 2 فيها 3، يلا اللي بعدها. أحسنت، دال جيم على لام ميم، لو لاحظتم أنا حطيت كذا أقسام، هذا على الرباعي الأول والمستطيل الثاني والرباعي أو المستطيل. طيب نشوف اللي بعدها، بيكون دال جيم على، ممتاز، لام ميم، لام ميم، يلا وتساوي دال جيم، ممتاز، 6، أحسنت، لام ميم، أحسنتي، 9. يلا نختصر، كم بتعطينا؟ 6 على 3 فيها 2 و9 على 3 فيها 3. على طول أصلا من مجرد أنا ألاقي التناسب 2 على 3 2 على 3، إذن هذا هو المتشابه. لكن أنا في البداية لازم أقول لكم عشان تختبرون الجميع، خاصة إذا جاك في السؤال اختيار متعدد، يمر علينا أحيانا اختيار متعدد، وهذه الأسئلة ممكن تجي في التحصيلي وتجي في إذا كبرتم في القدرات، يمرون على هذه الأسئلة، فجميل أكون أنا أعرف على طول كيف أجيب التناسب وأختار. إذن وبالتالي بهذه الحالة نقول الحل بيكون لا يشابه بالنسبة للمستطيل الأول، المستطيل الثاني يشابه، المستطيل الثالث سوينا دراسته لا يشابه. طبعا أكيد لو جبت لك سؤال زي كذا، لو حد جاب لكم سؤال زي كذا، حيكون واحد فقط اللي يشابه. إذن نختار، حيطلع المستطيل ألف باء جيم دال يشابه المستطيل كاف طاء ميم لام. طيب هنا في السؤال يقول لي اختر الإجابة الصحيحة، سؤال 5 موجود عندكم، بس أنا خليتها زي الخيارات، هل المثلث الأول أم الثاني أم الثالث. على السريع نجي نسوي دراسة، يلا كيف نسوي؟ أحسنتم، أتأكد أول شيء المثلث الأول أعطاني الضلع الأول وأعطاني الضلع الثاني، والمثلث الثاني أعطاني الضلع الأول والضلع الثاني، وكذلك هذا وكذلك. إذا بندرس هل هذا
يشابه المثلث الأول أم هذا المثلث يشابه المثلث الثاني أم يشابه المثلث الثالث؟ على السريع بحاول أشوف عشان أقدر أختار، يعني في هذا السؤال إذا جاني بالطريقة هذه مجرد أني أقيس. يلا على السريع بنقول، يلا أحسنت، على السريع 2 على 1 ويساوي 2، هذا بالنسبة أنا الآن دراستي كلها على المثلث الأول. أخذ قاف فا على ميم واو، ممتاز طلع 2. طيب الآن فا ها على واو نون، يلا كم يطلع؟ 5 على 4، 5 على 4. أبسط صورة، انتهينا من المثلث الأول. ماذا نلاحظ من البداية؟ أحسنتم، لا يشابه. أنتقل للمثلث الآخر، يلا قاف على ألف جيم، أحسنت، كم على كم؟ ممتاز 2 على 4 ويساوي بالتبسيط 1 على 2. التشابه الثاني في التناسب الثاني في نفس المثلث، أحسنتم، فا ها على جيم باء، يلا نكمل، حيكون 5 على 10 وبالتالي نختصر على 5 فيها 1 وعلى 5 فيها 2. ماذا نلاحظ؟ أحسنت، من البداية أقول هذا المثلث يشابه هذا المثلث وبالتالي نختار ثاني خيار اللي هو المثلث ألف باء جيم أو جيم باء ألف، نختار هذا الخيار. واضح؟ إذن هذا الخيار. السؤال اللي بعده سؤال 6 بنفس الطريقة ولكن شكل رباعي. لاحظ أي متوازي الأضلاع الآتية يشابه متوازي أي متوازي الأضلاع هذه اللي هنا أعطيني إياها، يشابه متوازي الأضلاع هذا الرئيسي اللي في السؤال. نفس الطريقة لو لاحظنا، ها كاف عبارة عن 12 وكاف لام، طبعا طول ها كاف عبارة عن 12 وطول القطعة المستقيمة كاف لام يساوي 15، وهنا كذلك في جميعها أعطاني بنفس الطريقة. هل الرباعي اللي هو متوازي الأضلاع اللي هنا يشابه الأول أم يشابه الثاني أم يشابه الثالث؟ نبغى نشوف يشابه مين بنفس الطريقة ونفس الآلية. نجي نختبر على الجمع، نقول ها كاف على، أحسنت، دال قاف وتساوي كم؟ ممتاز 12 على 4. اختصر، ها على الأربعة فيها 3 وعلى الأربعة فيها 2. يلا نشوف الثانية، من اللي يقول لي؟ برافو عليك، كاف لام كاف لام على قاف فاء وتساوي كاف لام كم؟ 15 على 6، ممتاز. يلا نختصر، هل في اختصار بينهم على الثلاثة؟ ايوه على الثلاثة تجي، اذا نقول 5 على الثلاثة فيها 2. هل في تشابه؟ اذا ما في تشابه يلا نمسح، ننتقل للي بعدها، نشوف دراسة للي بعدها. يلا ها كاف على واو عين، احسنت، اذا 12 على 10، ممتاز. بسط، على كم؟ على الاثنين فيها 6 وعلى الاثنين فيها 5، هذه ابسط صورة. نشوف التناسب الآخر اللي هو كاف لام على عين صاد، يلا كاف لام اللي هي كم قيمتها؟ 15 على عين صاد اللي هي 16 وتساوي، ها في شيء يجمع بينهم؟ لو قلنا على الاثنين ما تنفع، الثلاثة فوق بطلع 5 تحت، لا، إذن هذه بتكون في أبسط صورة. إذن 6 على 5 وهنا 15 على 16، هل هي متشابهة؟ ما دام اختلف التناسب إذن نقول لا. ننتقل للي بعدها، ممكن الواحد يقول أستاذة أكيد دام الأخير؟ لا، لازم أتأكد، لازم أتأكد، نشوف الأخير. يلا ها كاف على راء طاء، ها إيش نقول؟ يلا 12 على 16 نقسم 12 على 16 على نقول على الاثنين، على الاثنين فيها ولا على الأربعة؟ على الأربعة أبسط صورة، على الأربعة فيها 3 وعلى الأربعة فيها 4، ممتاز. نشوف التناسب الآخر،
أحسنتم، كاف لام على طاء تاء، إذن 15 على 20 ممتاز، 15 على 20 نقول على الأربعة أو على الخمسة فيها 3 وعلى الخمسة فيها 4. ماذا نلاحظ؟ 3 على 4 و3 على 4. أحسنتم، إذا معنات بيكون التشابه بين هذا وهذا. طيب إذا الحل بيكون الأخير. وبكذا نكون انتهينا من درسنا. لا تنسون يا أولى تنتبهون دائما للباركود اللي يعطونك إياه في الدرس، في تشويقة جدا جميلة، وهذا خذوه واجب اللي هو سؤال 19 صفحة 127 في كتابكم. جميل هذا السؤال، طبعا هو من تدرب على اختبار، تختار واحد منها بنفس الآلية والطريقة. شكرا لحسن الاستماع.